غيرنا بقى اللي بيدبر عنده اماكن اخرى في بلاد اخرى موجود فيها النهارده وممكن يكون موجود فيها بكره. فعشان كده لازم يكون عندنا قدره وفهم لما يحدث من حرب شائعات وحروب اخرى في الداخل وفي الخارج ضد تقدم الدوله المصريه. كل ما مصر بتتقدم خطوه كل ما بيصيبهم الرعب. فالنهارده لازم احنا نكون في الصف الاول في الدفاع عن بلدنا. لازم احنا اللي نواجه دول، ما نسيبهمش يطلقوا الشائعات ويتكلموا اي كلام، لا. احنا اللي نوقفهم عند حدهم، لان المواطن هو المواطن هو المدافع الاول عن هذه الدوله. الدولة اللي عمرها ما بتأخر حاجة على أولادها. النهاردة اللي احنا بنعمله والتوزيع الوثائق وعقود العمل والشهادات ما تفتكروش ان ده فضل مننا، لا. ده من بلدنا. البلد دي هي اللي ليها الفضل على الكل وأنا أول واحد فيكم. البلد دي هي اللي فضلها على الكل وهي اللي بتقدم لكل مواطن على أرض مصر النهاردة كل الخير. البلد دي هي اللي بتحاول انها تاخد خطوه واسعه نحو التقدم عشان تعيش ولادها في هذا الخير وهذا العز. متهيألي ان البلد دي دايما بحب اقول كلمه واسمعها لك. البلد دي هي ميراثك من ابوك وميراث ابوك من جدك وميراث ابنك منك وميراث حفيدك من ابنك. لازم نحافظ عليها. مصر اهم شيء في حياه كل مواطن مصري. النهارده اللي بتعمله مصر لاولادها محتاج ان احنا ندافع عنه وعنها. لازم كلنا نكون قلب راجل واحد ضد اي واحد يتعرض للدوله المصريه يتعرض لمصر باي شر. لازم نكون دائما في الصفوف الاولى في الدفاع عن بلدنا وعن مصر عشان نفضل دائما في امان ونفضل دائما في حضنها ونفضل دائما نبوس ترابها. طالما قلنا مصر لازم تحيي مصر بقى. انا مش عايز اطول عليكم عشان معالي المحافظه عنده انضباط تاني استأذنكم بس ان احنا هنحيي مصر تحيه قويه يعني حتى لو في حاجه وقعت من السقف محدش يتأثر محدش تحيا مصر. لا انتوا كده ما فرحتوش. سمر صبحي نبيسه عبد منيرة عبد الفتاح سماح عبد النبي أحمد محمد السماح وليد محمد حسين عبد الله أسامة محفوظ محمد عبد الغني علاء محمد المصري احمد مصطفى ابو العينين سامح عبد اللطيف اميره عاشور محمد رمضان محمد دياب مصطفى فتحي السيد عمرو محمد شحات عبد السلام محمد علي نجفة محمد جاب
والآن مع تسليم عقود عمل لذوي القدرات الخاصة من أصحاب الهمم. إبراهيم مصطفى إبراهيم. أسماء إبراهيم عبد السميع.
روضة أيمن محي الدين. ياسمين جابر سعد. نسمة محمد جابر. أميرة محمد أميرة عبد السلام. حميدة عبد اللطيف. أسماء محمد عبد الفتاح.